اهلا اهلا وسهلا، شرفت بيتك ومطرحك. هو هو البيت ما تغيرش، بلاط يا مخاد من ايديك رقاق. هو ده بيت الصعب؟ ماله، سكن شرعي زي ما قالت حضرة الحكومة، قلة وحصيرة ومحل آدم. وده اللي هتعيشني فيه يا عباس؟ ايه؟ قدرتي وما يقدر على قدرة يا ربنا. طب الواد العيان ده ذنبه ايه؟ كمان عليه حكم الطعن. والله ما كانش عاجبك حل كيسك وشوف لنا بيت تاني. البيت موجود يا عباس، حرام عليك، ده ضناك، ما قدرتش تستنى يومين ثلاثة لغاية ما يحب. الدكتور قال ما يتحركش أبدا. تبي تصدقي كلام الدكاترة؟ مالك؟ ما هو زي الفل اهو. وخلي بالك مش من حقك تعتلي باب الشقه دي زي ما قال القاضي. واديك عرفت الطريقه اللي انا بجيبك بيها. الامر هنا امر انا، افتكر فهماني. والقصة مش قصة بس شادية في فيلم نحن لا نزرع الشوك، لكن القصة مستمرة من سنة 29 حتى 2018 بحكم محكمة وبإنذار على يد محضر بيتحكم على ستات كتير بطاعة الزوج، وبالذهاب لسجنها الجديد في بيت الطاعة اللي بتجبر فيه الزوجة على المعيشة مع الزوج بالإجبار والغصب رغما عن إرادتها. الطاعة هنا مفروضة على الزوجة من قبل رجل هي رفضت تكمل حياتها معاه، إلا أن كبرياء الراجل بيمنع ده، فبيقرر ببساطة أنه إزاي يكسرها وإزاي يذلها وإزاي بالقانون، كله بالقانون، إزاي يطلبها في بيت الطاعة. والست بقى اللي ما تنفذش حكم الطاعة تبقى للقانون والمجتمع ناشز. والزوجة الناشز وفقا للقانون هي الزوجة الخارجة عن الطاعة. شايفين العلاقة عاملة ازاي؟ هي امر وطاعة ونشوز، وبالتالي هي زوجة لا تستحق اي نفقات مادية. القانون بيحدد بعض الشروط لعودة الزوجة، بمعنى انه يكون المسكن ملائم وان الزوج ما يتعداش عليها بالضرب، لكن ازاي بقى؟ لازم الزوجة تثبت امام المحكمة بوجود شهود ان هم شافوه بعنيهم بيضربها او بيتعدى عليها. شروط كتيرة جدا، الا ان كل ده بيتجاهل سبب مهم جدا لرفض الزوجة طاعة زوجها، وانها مثلا مش عايزة تكمل معاه، او ان الحياة معاه نفسيا خلاص غير قادرة انها تكمل معاه. الإنذار بالطاعة موجود لسه في مصر. صحيح إن القانون اتغير من سنة 29، ما بقاش البوليس بيجيب الست لتنفيذ الطاعة يعني بقوة الشرطة، ده التغيير اللي حصل في القانون، لكن برغم هذا التغيير لسه الإنذار بالطاعة موجود، ولسه بيت الطاعة موجود، ولسه الست اللي بتخرج من طوع جوزها واللي ما بتقبلش، واحدة ست مثلا قررت انها عايزة تتطلق فتمشي من بيت جوزها تقول انا عايزة اتطلق، من لحظة خروجها من بيت جوزها لحد ما يقع الطلاق هي ناشز. هو بيعمل كده ليه؟ ببساطة عشان يفوضها، زي عباس في نحن لا نزرع الشوك. هو بيفوضها، هو عايز منها ابراء، عايز منها فلوس، عايز منها تنازل. ده بالاضافه بقى لفكره الذل والكسره. هو انت مش عايزاني؟ ايه؟ هو انت عايزه تسيبيني؟ هو انت عايزه انت اللي تتطلقي؟ هل معقول في مجتمع الست فيه واصله لمستشار امن قومي ووزيره وغيرها صانعه قرار يعني في مصر ان لسه يكون بين المصريات من يطلبنا بالطاعه؟ دي حلقتنا النهارده وهنسمع حالات الستات. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي ايمان محمد، رباب علي، ساره يحيى، وخلود اشرف. ايمان سلام حضرتك، ازيك؟ قولي لي انت بقى ايه قصتك؟ انت من يطلق عليكي ناشز؟
بس كده اشرحي لي يعني ايه بقى. اصل على فكره دي مش لفظ، احنا بس عايزين نفهم ايه الحكايه. يعني انا هحاول اختصر. هو الموضوع ان انا كنت ساكنه في بيت عيله بسببه طبعا حصل مشاكل طول يعني طول سنين الزواج يعني وحصل طلاق مره بسبب وجودي برده هناك. والسبب الرئيسي في كل المشاكل تقريبا كان او غالبا كان هو الحما يعني حمايه. تمام. بالنسبه يعني بعد المفروض ان احنا بعد ما حصل ان احنا جبنا شقه بره سكن مستقل يعني انا عشان ده كان اتفاق جوزي مع بابايا الله يرحمه يعني من الاول ان هو هيقعدني سنتين، فانا قعدت معاه 6 سنين. بعد كده بعد ما جبنا السكن وكل حاجه بعلم حمايه تمام. حمايه جه على اخر لحظه بعد حتى ما قدمنا لابننا في مربع السكن الجديد قال لا، رغم ان هو كمان عامل لنا الحاجات بتاعت الشقه البيبان والشبابيك والحاجات، يعني هو على علم ان احنا هننقل، فهو جه قلب الدنيا في اخر لحظه يعني وقال لا او حلف عليه يمين ان هو مش هيسيب بيته. ليه؟ علشان هو عايز يربي احفاده ومش عايز وهنقعد هنا. فطبعا جوزي ساعتها يعني جوزي عاده سلبي قدام قرارات والده يعني الحقيقه وسايب والده متدخل جدا جدا لاقصى درجه. فساعتها قال لي خلاص يعني انا اذا كان عاجبك يعني هتقعدي هنا يا اما. فانا قلت له لا يعني الاول كان اوكي علشان ما كانش فيه سكن لكن دلوقتي فيه. فطبعا طردنا من البيت يعني انا جوزي طردني انا واولادي، فانا رفضت اكتر من مره. فطبعا يعني حتى حكمت مامته مثلا يعني انت طردك ما انت مش انت اللي مشيتي لا 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 اكتر من مره يحاول خلال تقريبا يعني الشهرين الاخرانيين في قبل الانفصال حاول ان هو يطردني اكتر من مره. وانا يعني احتكمت لمامته في مره منهم قالت لي ده بيت ابني يعني قلت لها ده بيمشيني من بيتي قالت لي ده بيت ابني. في الاخر وصلنا فين بقى قصه الطاعه بقى. هو ودى الحاجه يعني عند اهلي علشان خاطر ودى يعني شويه هدوم ليا وللولاد طبعا بقيت حاجتنا هناك موجوده لسه في بيت العيله تمام. لكن هو اللي وداه ده علشان يجبرني ان انا امشي فعلا ومشينا فعلا من البيت. وبعد كده اول ما بعد ما مشينا عمل انذار طاعه. انا علمت بالموضوع طبعا مش على يد محضر لانه ما بعتليش تمام. انا عرفت الموضوع بشكل ما فرحت المحكمه فعلا وتاكدت انه في انذار طاعه مرفوع. فطبعا المفروض عمل اجراء، الاجراء اللي يتعمل خلال 30 يوم اعتراض. يعني انت قدامك بيبقى اجراء 30 يوم ان انت تعترضي على الانذار بالطاعه. تمام. لو ما اعترضتيش تبقى قضيه نشوز وخلاص. فانا طبعا المفروض ان انا ابتديت كاجراء اولاني للاعتراض في حاجه اسمها تسويه الاعتراض، فانا عملت ده. جيت بعد كده المحامي كان معايا محامي في الاول هو ده برضو السبب اللي وقعني في المشكله. اتفق مع جوزي وحمايا ان هو ما يسجلش الاعتراض خلال ال 30 يوم فايتهم عليا علشان تبقي ناشز تتحول قضيه نشوز طبعا وده المطلوب يعني هما مش عايزين نرجع. طب انت لما بتبقي ناشز قانونا بقى ايه اللي بيحصل؟ قانونا المفروض ده بيسقط النفقه الزوجيه وده في خلال الزواج. بعد كده لما الموضوع يعني لو اتطلقت بقى بيحتكم يعني بحكم النشوز ده ان هو بيسقط النفقات الثانيه بتاعتي اللي هي نفقه فبيسقط الحقوق كلها والمؤخر اي حاجه شخصيه ليا. تمام. رباب هرجع لك تاني. رباب انت قصتك ايه؟ انا قصتي ان هو اترفع عليا برضو بيت الطاعه. و ليه؟ انا بقى موضوعي مختلف. انا كان الفكره ان هو مش واخد يعني انا ما سبتش بيتي وهو بيرجعني ده انا اوريدي جوه البيت فهو عايز ياخدني من البيت يوديني زي ما شفنا كده عباس بالظبط. وانا شاء ربنا ان احنا المفروض في موضوع الطاعه ده احنا بنروح نجيب الخبير وبيروح يعين يعني. فانا طبعا ايوه ليه الخلاف بينكم كده يعني؟ ما هو عشان خاطر عايز ياخد الشقه. انا عايشه في كومباوند الشقه فيه بمبلغ وقدره فهو عايز ياخد الشقه فيعمل ايه؟ فياخدني بيت الطاعه يطلعني بقى مكان تاني. ان انا شكله ايه بيت الطاعه ده؟ ما هو بقى شكله في ده. انا كنت جبت السيده الفاضله الخبيره دي انا بجد نفسي اشكرها واذا كانت عايشه واذا كان رحمها الله بتمنى لها يعني ان ربنا يرحمها. خبيره منين؟ من المحكمه. انا بروح اخدها عشان تعاين. فانا رحت خدتها وخدت تاكسي ورحت خدتها ورحنا عينا المكان مخزن الشركه الخاصه بيه. مخزن الشركه. هو عايز يسكنك في مخزن الشركه. الست بقت تبص من الالوميتال كده عشان تشوف وضع الارض كده فبقت تبص كده بتقول لي يا بنتي ده في فران بتجي جوه. قلت لها انا هقعد مع الفران يعني. عندك ولاد؟ عندي ولد وبنت. هياخدكم هناك عند الفران؟ احنا والفران.
يا جماعه انا صوتي هيروح فاضل منه هيروح والله العظيم مخزن الشركه فعلا يعني. فقست شفت المنظر بقى خدتها بقى عندي في البيت. فالمفارقه الغريبه اللي حصلت معايا يعني بجد انا يعني انا عشان كده بشكر السيده الفاضله دي. انا جت معايا البيت ودخلت فبتقول لي يا بنتي انت ولادك تعبانين، كان ولادي صغيرين ساعتها. فبتقول لي ايه الادويه دي؟ قلت لها والله انا مش معايا جنيه ان انا اجيب لهم دواء وان انا اجيب لهم دكتور، فانا جبت لهم دواء كده من الصيدليه اي حاجه وخلاص. والله العظيم انا 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 فعلا مش مصدقه ان موظفه شافت يعني انت داخله كومباوند اشهر كومباوند في مصر يعني وشقه فانها تقول لي يا بنتي بصي انا صايمه فانا معايا 100 جنيه خدي انت ال 80 وانا هاخد ال 20 اروح بيهم. حضرتك متخيله ان واحده داخله موظفه يعني شافت الاسوأ مني مليون مره انها تطلع الفلوس من جيبها عشان تديني انا عشان خاطر اقدر اجيب لولادي علاج؟ من اللي شافته شافت ان تلاجتي فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص، لان قعدني سنين رافض ان انا اشتغل. اللي هو ايه؟ ولا طلاق ولا تاخدي ورقه الطلاق، انت معلقه. انا اتطلقت شرعي خلاص، سابني بقى معلقه، ولا تاخدي طلاقك ولا ان انت تقدري ان انت تاخدي اخدك. طب وهل عملتي اعتراض على موضوع بيت الطاعه ده؟ ما انا ما عملتش اعتراض، الست حطت تقرير طبعا بوظ له الدنيا. فالحمد لله انا كده فلت يعني علشان تقرير السيده اللي هي الخبيره بتاعت المحكمه. طبعا انقذتني، بس ده هي شافت بعينها يعني. مش كل الناس بيكون عندهم الحظ ده ساره. انا خمسه طاعه والحمد لله. خمسه طاعه ليه يا ساره؟ ليه خمسه؟ خمسه يعني نفس طويل. خمسه طاعه خمسه هواريوس خمسه طاعه. يعني هو بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحمي لشبابه يعني نفسه طويل جدا. وطبعا ده مش حبا فيا يعني هو خالص، هو بس كل القصه ان كان عنده امل كبير في ربنا ان هو يكسب الطاعه بعد ضرب بقى ومعاناه رهيبه. انا من اول الموضوع خالص، انا موضوعي مختلف شويه عنهم. انا نوبيه تمام، واحنا في النوبه عندنا عادات وتقاليد اتمنى من الله انها تختفي. زي احنا في بدايه الجواز خالص احنا عشان عائلات كلنا عائلات في بعض، فعيب ان انا مثلا لو متقدم لي حد نروح نسال على تفاصيل حياته. احنا بنبقى عارفين ده ابن فلان ابن كده، فيعني بناخد الولد على صيت اهله. هو اهله ناس محترمين يعني دي مش بس دايما بيبقى يخلق من ظهر العالم الفاسد. فاحنا ما سالناش يعني ما سالناش يعني وخدنا ودينا كده في خدناه كده زي ما هو على عبله بالظبط كده. احنا ممنوع عندنا ان احنا نعمل قايمه، عيب. ابويا اول واحد اعترض يعني، عيب ان احنا نعمل قايمه، عيب ان احنا نكتب مؤخر، عيب حاجات كتير قوي. فطبعا حق البنات بيضيع يعني، انا زي في 50,000 واحده بس يمكن انا الوحيده اللي خدت الاكشن وقلت لا انا هطلب حقي وحق بنتي وهقف واروح محكمه وبتاع. احنا عندنا الحاجات كلها بتمشي بقاعده عادات عرفيه وقعدات وديه وبتاع، وزي ما الناس بتحكم بيمشي. بس هو عشان هو ما بيكبرش لحد فما كبرش للناس اللي قعدت، فكان دايما كل الاحكام بتيجي ضدي وانا رفضت ده. قلت لا انا هاخد حقي بالقانون زي ما المحكمه هتحكمني. ف ايوه اختلفتوا يعني مثلا؟ والله هو كان طول الوقت بيضرب. يعني هو احنا انا مده جوازي كلها كانت على بعضها 9 شهور. منهم ضربت فيهم قد ايه؟ ضربت فيهم تقريبا 3-4 مرات يعني. لا حول ولا قوه. يعني بس هو ايه كان في النص بيلوش يعني. فكانت العلقه المحترمه قبل الولاده باسبوع كده، خدت علقه محترمه بنت ناس يعني. وانت حامل؟ قبل ما اولد باسبوع، فعادي الحمد لله يعني في انيل من كده بكتير. وعديت وقلت خلاص لا انا هنفصل. الناس كلها حاولت لا ارجعي وبتاع، وانت اللي طالبه الطلاق تنزلي. قلت لا مش هتنازل عن حقوقي وهقف وهاخد حقي وحق اللي في بطني. خلفت بنتي. بنتي دلوقتي بالمناسبه عندها 4 سنين، انا فضلت معلقه 4 سنين. سبتي البيت ورحت؟ سبت البيت ورحت بيت اهلي. حاولنا ان احنا نحل الموضوع ودي ونتطلق، رفض. فرفعت قضيه طلاق ورفعت قضيه نفقه لان هو ما كانش بيصرف عليا ولا على البنت، فرفعت قضايا. فطول الفتره دي انت يعني انا منفصله من 2000 وايه والله 14 تقريبا، انا لسه مطلقه شهر 9 اللي فات ده. ورفع عليكي قضيه طاعه؟ رفع اول واحده واترفضت. طبعا العرف بتاع قضيه الطاعه بيبقى ماشي ازاي؟ ان هو بيبقى فيه جلستين، اول جلسه شهود، انا بجيب شهود وهو بيجيب شهود، والقاضي بيقعد يسمع للطرفين. الجلسه الثانيه بتبقى ما بيني انا والاخصائيه الاجتماعيه، الاخصائيه الاجتماعيه بتقعد تسمع مني بقى كل اللي حصل. فهي بتحط يعني بتكتب التقرير بتاعها والقاضي بيشوف. انت بقى الشهود جبتيهم يعني يثبتوا ايه؟ الشهود انا جبت اهلي، لان طبعا هم كانوا عايزين شهود يشهدوا ان انا اتضربت. طب انا كنت بتضرب في البيت والبيت وعيلته يعني البيت بيت عيله، مين اللي هيدخل جوه الشقه هيشوف ان انا اتضربت؟ فكانوا طالبين يعني انا اللي حكمتهم، كانوا اهلي اللي كانوا بيحضروا المشاكل والخناقات اللي بيننا دايما طول الوقت، واللي كانوا بيقعدوا في القعدات وحاجات كده، وهو كان بيجيب الجيران والبواب يعني.
جيران البواب بيقولوا زي الفل. طبعا طبعا. وراجل بيصرف على اهل بيته زي الفل، والبواب بس وانا اللي مجنونه بقى طول النهار بصور. اه لا البواب اترشى على طول. آه بس فاول مره اترفضت، لان هو طبعا في مره منهم اخر مره كان رحت اجيب حاجات من البيت، هدوم وحاجات كده، فتعدوا عليا بالضرب هو وعيلته. كنت لسه والده ما كملتش 40 يوم من ولاده قيصريه بالمناسبه. فرحت عملت محضر، دي كانت اول مره بقى اروح القسم واعمل محضر. قلت لا لازم اثبت حقي، لان انا اضطردت من البيت، انا كنت ولدت ورايحه بيتي اجيب حاجات عشان اروح اكمل فتره النفاس في بيت اهلي، فضربت في الشارع كله اتفرج عليا وحاجات كده. فروحت عملت محضر اثبت فيها حقي، لان انا نزلت بهدومي ذهبي وهدومي وكل حاجه في البيت لحد النهارده. يعني انا اوريدي اتطلقت وكل حاجه، بس حاجتي كلها لسه. خمس قضايا طاعه. خمس قضايا طاعه، الاولى اترفضت لان هو غير امين نفسا ومالا، استمر راح رفع اللي بعدها يعني. طب وازاي يحق له ان يرفع اخرى اذا كان رفضت القضيه؟ طول ما انا لسه ما اتطلقتش من حقه ان هو يرفع قضيه طاعه للاسف. اه فهم اخر يعني اخر واحده او اثنين، والله انا من كتر العدد كلهم دخلوا في بعض، بس تقريبا اخر واحده او اثنين ما كانتش وصلت بقى للجلسه. المحامي او المحامي ضم القضايا على بعض واثبت ان هو في اثنين او ثلاثه قبل كده غير امين نفسا ومالا، لان هو لا بيصرف عليا نفسا، لان هو بيضرب، وفي قضايا في محضر كانت عمل قبل كده وفي شهود شهدوا ان هو سب وسب اهلي، ومالا لان هو عليه قضايا نفقه وعليه بالمناسبه احكام حبس، لان هو ما بيدفعش نفقه البنت، فبقى عليه متجمل نفقه، فبقى غير امين نفسا ومالا. خلود، يعني قصتي طبعا ما تختلفش كتير، بس انا اخدتها من قصرها زي ما بيقولوا وحاولت انجز في الموضوع. انا اتجوزت 19 سنه، فتره جوازي كلها يعني هي منفصله شويه، بس هي 40 يوم فقط لا غير. مختصره كفايه 40 يوم كفايه جدا. هم مدته قد ايه في الحقيقه؟ هم 40 يوم لكن مش متصلين، يعني بس كان شهر متصل وال10 ايام دول اللي هم بعد صلح بقى وقعده وكده يعني. برده كنت متجوزه 19 سنه، برده نفس فكره بيت العيله. شخص تعرفيه؟ كنت، هو كان جواز صالونات بس ارتبطنا سنه ونص، والمفروض خلاص يعني ارتبطنا عاطفيا ببعض وبنجهز لحياه زوجيه سعيده، ده المفروض يعني. بس يوم الفرح بتاعي كان عزا في قاعه الفرح. يعني انا بحاول اختصر لحضرتك، بس عايزه اعرف حضرتك المأساه ابتدت من يوم الفرح تقريبا. اخته واختي اتخانقوا مع بعض في الفرح، فاخته ضربت اختي، الفرح قام لعزا، الاغاني طفت، القران اشتغل، يعني بصي حاجات كده مش طبيعيه خالص. بعد كده اتجوزت، يوم الصباحيه ابتدت المشاكل الاقوى بقى مع اهله، يعني وضع انت حبيبتي وانا روحي وانا مامتك والكلام ده خالص نهائي. اللي هو 8 الصبح قومي بقى نظفي، وبيت عيله بقى، فقومي بقى نظفي واعملي لنا الفطار عشان اهلك اللي زمانهم جايين، حاجات يعني مهوله. وانت عندك 19 سنه؟ 19 سنه. فما يعني ما كنتش مستوعبه ومش مدركه خالص. بقى خناق وضرب وشتايم، وعندي عاهه مستديمه على فكره بالمناسبه في ايدي منهم، بسبب ان انا كنت حامل واخته يعني ما كانتش حملت بسرعه، لانها اصلا متجوزه كبيره، فكل حاجه بقى عارفه نفسانه الستات والحقد الداخلي. اللي هو انت متجوزه وقاعده مع جوزك وانا جوزي مسافر، انت حلوه انا لا، انت حامل وانا بقالي 3 سنين بتعالج ولسه، والكلام ده بعد اسبوع او اسبوعين تقريبا حملت. الضرب بقى شغال يعني ما فصلوش بصراحه. سبت البيت، قعدت 20 يوم معرفش عنه اي حاجه خالص، ده يعني كنت في الوقت ده حامل، هو المفروض عارف ان انا حامل. بعد كده رجعت برضو بقعده مع عمي وعمتي ووالدي، قعدوا اتفقوا معايا انه خلاص يعني الحياه كده مش هتبقى حلوه، فيا ريت نكمل بشكل افضل. اتفقنا ان احنا هنكمل، رجعت ما فيش. من يوم رجوعي برضو المشاكل ابتدت، كل كلمه هو اتفق معايا عليها عمل عكسها تماما. بعد كده خلاص بقى يعني اخر مره ضربت فيها كان الضرب مبرح جدا منهم كلهم بقى، اذا كان اب او اما بيت عيله بقى خلاص عيله فيتلموا عليك. ده حقيقي، ده مش كلام برضه. لا كان لما بيبقى هو بيمد ايده عليا كان بابا بيطلع بيكمل ويشارك بيساعده. بصي بجد كانوا دايما يقولوا انه انت عود في حزمه، يعني بلغتهم اللي هو يعني انت واحده واحنا بقى كلنا مع بعض، فتعملي ايه؟ و19 سنه انت اصلا مش عارفه حقوقك ايه وواجباتك ايه اصلا، يا طفله.
19 سنه طفله. فلحد بقى ما وصلت انه خلاص لا هتطلق سبت البيت بقى. بس انا كنت مش زيهم شويه لان انا ما طولتش طبعا زيكم خالص. باين يوم يا كويس انا الحمد لله قوي قوي عشان كده كده معايا واحده من غير ولاد ده اهم حاجه. اه لا كنت كنت حامل. اه والبيبي حامل لا الحمد لله يعني هم عملوا كل ما في وسعهم ان هو ينزل بس يعني الحمد لله لوجي جت بألف سلامه الحمد لله. ففي بيبي اه لسه موجود غصب عنه مصدقيني. بس يعني خرجت من وقتها رحت على القسم مباشرة لاني كنت بنزف بقى ودم وكده. ودوني على المستشفى ومن هنا بقى معايا تقرير ان انا ممكن ارفع بقى قضية طلاق بالضرر مش خلع. رفعت بصي رفعت كل القواضي اللي تجيب لي حقي كل حاجة. نفقة ليا نفقة للبيبي اللي في الطريق مسكن الحضانة كل حاجة. هو رد قال لا انا هسيبها زي البيت الوقف لا منها متجوزة ولا منها متطلقة. الجملة دي كان دايما بيهددني فيها عند كل خناقة هو واهله. انت هتقعدي كده. بس الحمد لله يعني رفعت المسكن. اول ما رفعت المسكن جبت له مسكن الحضانة بما اني حامل فالمفروض ان انا باخده بس بعد ما بولد. لما رفعت ده جاله فيها انه دي لازم تاخدها وكده. هو حس انه ازاي شقتي مش هينفع. رفعت قايمة جبت له فيها 3 شهور سجن. في الوقت ده كل ده على فكره كنت لوحدي لاني وكلت محامي وما شاء الله برضو بعني ليهم. بعد ما كان بياخد ارقام ووقتي في كده راجل برضو صبايا محترمه. هم بس دلوقتي بيعرفوا يحلوا يعني دلوقتي يقفوا ويحلوا لما بتبقى حاجه هتاخديها منهم. لكن يحلوا مشكله في بيت ويبقى ليه راي وكيان لا ما ينفعش. وفي الاخر هو بقى رفع عليكي قضيه طاعه؟ رفع طاعه. وقتها كنت معرفش في القانون حاجه. اهله هم اللي بلغوني الحقي في طاعه والحقي بسرعه عشان هو مش هيبلغك. فبسرعه رحت كشفت فعلا في المحكمه لقيت ان انا عندي. قلت له خلاص اوكي هعمل اعتراض. عملت اعتراض فعلا نزلت معايا خبيره حقيقي ست بجد بجد هايله جدا. جت معايا يعني خيره جدا ومحترمه جدا برضو موظفه في موظفه قط دي لازم نتعين دي محكمه جدا ستات اه انا كنت متخيله ان هو موضوع بقى ان انا اديها فلوس عشان تثبت الحقيقه. لا الموضوع غير كده تماما. هي بترفض انها تاخد اي حاجه حتى لو عصير بس اللي هو في الطريق. ابدا مفيش. جت معايا دخلت شافت المكان قلت لها اولا ده مش المكان ده المفروض ان بيت الطاعه هو المسكن الزوجيه القائم. لا اللي حصل بقى هو كان جايب لي بيت عباره عن اوضه فيها حمام وبس سرير وثلاجه صغيره جدا واللي هو يعني استحاله تفتحيها اصلا. مروحه سقف حصير على الارض عيشي بقى نفذ عيشي بقى نفذ. الخبيره قالت له انت شايف في زي شرخ في الحيطه فبتقول له ده ممكن يدخلهم تعابين. طب دي هي وحشه البيبي اللي جاي ايه؟ قال لها انا ولا عايزه ولا عايز اللي يجي منها. طب طالبها في بيت الطاعه ليه؟ هذلها واكسرها. هي دي مقوله مشهوره. هو دي الفكره هذلها واكسرها. طب هم بيتفننوا في ذل واذلال المراه. الراجل المصري عموما يعني هو بيقعد كده يسنجف دماغه يشوف هذلك ازاي النهارده. يعني هم دايما كده. يعني الفلوس اللي عمالين يدفعوها في كل حته دي يعني انت لو جيت بقى قلت خلاص خدي نفقتك وخلاص وروحي لحل سبيلك. لكن انت بتقعد كده يعني وللاسف القانون كمان انا طلبت منه على فكره ان انفصل باحترام. يعني هو لما خلاص الموضوع اتعقد وخلاص وصل لكده قلت له ننفصل باحترام عشان ولادنا. وطلبت منه كمان ان احنا نفضل مع بعض ونكمل ما تهدش اللي احنا عملناه عشان خاطر احنا يعني احنا لينا بيتنا ولينا وابننا. طب ابننا لسه انا ضاعت عليه السنه اللي فاتت ويعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. اصلا قضيه يعني الزواج بتاع ده كان بدايه سلسله من القضايا هم اللي رفعوها ضدي. هي الفكرة انه كمان ازاي يعني فكرة ذل المرأة اظن ان القانون كمان بيساعد الراجل جدا ان هو يقهر المرأة بشكل كبير حتى لو في صفنا هو بيتحايل على القانون بالظبط. صح بصي يعني هقول لحضرتك حاجه. قانون الاحوال الشخصيه عموما في الظاهر الناس كلها بتقعد تقول ده هو في مصالح المراه بس تعالي في التنفيذ مفيش اي حاجه في قانون الاحوال الشخصيه منصف للمراه. احنا بناخد احكام على ورق. يعني احنا اجدع ناس في الدنيا معانا. اجيب لحضرتك يعني انا رفعت اقول القضايا اللي في الدنيا صعب جدا معانا بس نفذي نفذي الاحكام بتاعتك. والاحكام اصلا القضايا اللي بتتعمل دلوقتي انا بحس ان القانون معمول عشان يقرفنا مش عشان خاطر يساعدنا. يعني لما يتعمل قانون الطاعه ده القاضي عارف ان هو ما بيحصلش
وانا عارفه انه ما بيحصلش، وهو عارف انه ما بيحصلش، والناس اللي ماشيه في الشارع عارفه، الامن عندي في العماره عارف انه ما بيحصلش، هو عارف، بس هم بيعملوه هم عارفين ان هو عامله الهدف انه ايه؟ يسقط حقوقها. انا بالنسبه لي هو كان عايز الشقه، لكن هو في المجمل هو عايز واحد حقوقك الشقه يعني في النهايه هو عايز بالظبط. وانا سابني معلقه 7 سنين لغايه ما اتطلقت على الابراء وبصمت بالعشره يعني انا كنت نازله عن كل حاجه قلع بنت الحلق وكده وصلت لمرحله ان انت انا مش عايزه منك حاجه طبعا اللي هو بس خلصني اطلع بس وطلعني بالظبط اطلع عايز اشوف الشمس. انا اتحبست 7 سنين ممنوع الشباك يتفتح ممنوع الباب الامن بيبلغوه دي طلعت البلكونه ف7 سنين انا نازله اتطلق ركبتي ما اتنتش وانا نازله 4 سلمات مش عارفه افتح عيني في نور ربنا. فانا كان بالنسبه لي لا انا ارحمني وخرجني من السجن ده فلا القوانين دي معموله والله في ظاهرها كده احنا بننصر المرأة لكن لا احنا بصراحه بنضرب المرأة. تنفيذها اصلا مرهق ومتعب جدا لانه حضرتك بيطلب من حضرتك عشان تقدري تعملي ده لازم توكلي محامي ويعني انت اصلا تعبانه نفسيا وجسديا وماديا فمرهق جدا وعلشان يتنفذ سنين بقى يعني انا عشان مثلا اخد مسكن الحضانه قعدت 2 أو 3 سنين علشان اخد نفقه يتحكم لي ب 280 جنيه في الشهر في ظل ان الراتب بيعمل يوم استئناف يعني انا 300 جنيه وعامل استئناف والله عامل قادر صحيا وماليا يعني نزلها له 250 بدل 280 هيتعب هيجيبهم منين صح مبلغ احنا مغتربين جدا طب يعني الحقيقه انه انا ما عملتش حلقه في هنا الستات الا ما شفت عنف ضد مرأة وقهر ضد مرأة وناس كتير تقول انت بتطلعي النماذج دي ليه بقول ان ده المجتمع هي دي الحقيقه اللي احنا مش عايزين نرفع راسنا ونقول انها موجوده هذا قانون من سنه 29 ده لازم يتنسف يعني ايه حد يجيب ست غصب عنها بقانون عشان الشرع نفسه تبقى بالطاعه وربنا سبحانه وتعالى ما فيش شرع قال اساس الجواز الموده والرحمه لما انا اروح غصب عني قال له لما الست قالت انا عايز انا اللي مش طايقاه قال لها ردي عليه حديقته يعني خلاص يعني تنفصلوا بالمعروف انت جايبها بقى تعيشي غصب عني يعني القانون ده اللي بيخالف الشرع يعني بجد حرام يعني انت هتجيبها وتعيشها معاك غصب عني هي الفكره انه هو بيفاوضك على حقوقك بالظبط هو احنا عارفين القانون ده بيتلاعب بينا مش اكثر هي وسيله ضغط اللي هو اخليكي كده زي البيت الواقف لا انت عارفه تتجوزي ولا عارفه تتطلقي وخلاص هو اسلوب ضغط عقاب هو العقاب الوحيد اللي قدامه زي ما قلتي لا هي الفكره كلها انت ازاي قادره تقفي وتقولي لا حاليا انا مش مطلقه برضه هو لسه ما يعني احنا عندنا 3 حالات طلاق انت مش مطلقه لا مش مطلقه لان هو يعني حنايا قال لي هتتنازلي عن حضانه الولد انا عندي ولد وبنت فهو عايز الولد وانا لما هو الاول قال لي تنزلي عن حقوقك قلت له انت اوريدي خدت حقوقي لان هو على فكره انا يعني دخولي المحاكم اكتشفت ان هو اصلا ضاحكين عليا في موضوع القايمه كمان لانه انا رفعت عليه تبديد قايمه وخدت سنتين وعمل معارضه واتاكد تأيد الحكم يعني وفي الاستئناف طلع براءه لاني اكتشفت ان هو كاتب لي اقرار انا امنت له يعني في البدايه فهو قال هكتبها على الكمبيوتر هيكتب القايمه على الكمبيوتر فكتب لي رجعها لي باقرار ان هي جزء من المهر يا سلام فكده يعني خلاص اللي هو ايه حتى انا شر من الاول قضيه خلع الاول شر يعني انا ما كنتش هكتشف ده الا لما دخلت المحاكم بعد الانفصال يعني انا كل ده عايشه معايا من غير ما اعرف ان هو عامل معايا كده وعلى فكره حمايه برده هو اللي عامل الحكايه دي يعني راح لمحامي وعمل كده وعلى فكره عايزه اوضح حاجه برده انا موضوع الطاعه وصل معايا لقضيه نشوز فعلا اثبت النشوز رغم اني وقفت قدام القاضي اكتر مره وعرضت الصلح عليه والمحامي عرض الصلح اكتر من مره ورغم كده وهو رفض يعني انا جوزي رفض. طب خلود نقول كلمات اخيره تقولي ايه للناس ما ينفعش ابدا نقبل بموضوع ان احنا نتجوز في بيت طاعه لانه فعلا ملوش اي خصوصيه نهائي ما ينفعش ابدا سوري بتطلع بيت العيله سوري كلامك يعني ما ينفعش ابدا نتجوز واحنا صغيرين لان احنا اطفال بتجيب اطفال فبنكبر بعقد حقيقي انا بنتي عندها 4 سنين وانا 19 سنه فلا يا ريت القانون يتغير شويه في ان هو يساعدنا ان احنا نبقى احرار ما يبقاش في فرق ولازم كل ست ما تقبلش ابدا انها تعيش مع واحد لمجرد انه ضل راجل ولا ضل حيطه، لا قلته ارحم بكتير جدا، انا سنجل وفخوره جدا. انا بس عايزه اقول ان يا ريت يعني القوانين الاحوال الشخصيه والحاجات الكتير اللي احنا عمالين نسمعها الفتره الاخيره دي استضافه ومش يعني هتلنا حقوقنا الاول وبعدين دوروا على استضافه، احنا اولادنا معانا مش عارفين ناكلهم مش عارفين نصرف عليهم، الست بتشتغل شغلتين وثلاثه، انا بشوف حالات يعني
حالتهم تصعب على الكافر زي ما بيقولوا عشان ياكلوا ولادهم. فقبل ما ندور على قوانين استضافه نرجع الولاد المخطوفين من امهاتهم عشان النفقات، نرجع العيال اللي بقى لها سنين امهات بقى لهم سنين وسنين وسنين ما شافوش ولادهم، والهدف من خطف الولاد ان هم عشان يسقطوا حقوق المراه والنفقه والكلام ده. فادونا حقوقنا وبعدين دوروا على كلمه اخيره بس، يعني عايزه اقول لكل راجل بيطلب مراته في بيت الطاعه ان لا حب بالاكراه ولا محبه بالسيف، يعني ارحمونا بقى، مفيش واحده هتعيش مع راجل غصب عنها، فيعني كفايه بقى المهزله اللي انتوا عاملينها دي بصراحه. ربنا والله انا اللي نفسي اقوله اقول ان يا جماعه احنا عايزين نربي نشأ، احنا عايزين نطلع اولاد اسوياء. نيجي نقول القنبله الموقوته اللي اسمها اطفال الشوارع دي جت منين؟ دي جت من ده، جت من اللي احنا بنعيشه. انا بقضي عمري كله محاكم، انا كل اصحابي لما يجوا يكلموا انت فين، انا في المحاكم. كفايه بقى يعني انا كل يوم والتاني يا اما عندي نفقه يا اما مصاريف مدرسيه يا اما استئناف كتير. انا عايزه اربي ولادي، انا بشتغل اه بس انا عايزه الاقي وقت اربيهم بقى. انتوا بتجبرونا ان احنا نشتغل عشان نعرف نسدد المدارس ونسدد الالتزامات، عايزين نربي ولادنا، هنربيهم ازاي طول ما انا في الشارع؟ يعني انا كفايه ادونا فرصه ان احنا نربيهم، ده اللي انا نفسي فيه. مفيش رجاله يا ريت ما نرميش ودننا للمحامي اللي بيقول لك هطلع لك عينها، هلففها لك حوالين نفسها، استنى عليا بس هتشوف انا هعمل لك ايه. والله العظيم بيضحك عليكم، مفيش الكلام ده. يعني ما انت هترفع انا هرفع، ما احنا مش هنسكت ونقعد في حرب طول العمر، ومين اللي بيتاذي في الاخر؟ الاطفال طبعا. ايمان والله بيت العيله لا الف مليون مره، دي اول حاجه لانه يعني الى الان برضو بيتجوزوا في بيت عيله رغم كل المهازل دي. تاني حاجه بس احب اقول يعني الموضوع الاستضافه ده، حضرتك لو دورتي هتلاقي ان اللي بيطالبوا بالاستضافه دول الناس اللي بيعملوا مشاكل اثناء الرؤيه. يعني انا في حكم رؤيه لحمايه وحماتي وجوزي الثلاثه، طلب يعني طلب اسميهم الثلاثه، فكل طبعا اسبوع بيشوفوا الولاد طبقا للحكم يعني. وانا على فكره بروح على طول، بس هي الفكره ان هم يعني انا حمايه يعني بالتحديد بيدمر شخصيه ابني. انا ابني كل مره بيقول لي مش عايزه اروح، ما تودينيش المكان ده انا بكرهه. فالفكره ان انتوا يعني طب تعاملوا يعني انتوا مش قادرين تتعاملوا باحترام في الثلاث ساعات، هتعملوا ايه لو واكره ماما، ولو انت ما كرهتش ماما احنا مش هنشوفك تاني ولا هنجيلك، ويلا روح مش عايزينك، والولد يرجع يعيط. يعني بجد انا بشكركم وبشكر اصراركم على رفض فكره الطاعه، لانها يعني فكره بصراحه لا تستقيم على الاطلاق مع لا ستات زيكم ولا ستات في 2018 ولا مع شرع ولا دين، ولا مع شرع ولا مع دين. وفعلا زي ما رباب قالت مفيش حب بالسيف، هم مش عايزين نرجع، هم عايزين يعني اسقاط النفقه والحاجات ويذلونا حتى لو احنا يعني عشان نخسر كل حاجه وفي الاخر نرجع لهم. والله النفقه دي في الاخر ترجع للطفل، احنا ما بناخدش والله ولا على فكره ان هو الذل والانكسار. ونرجع يعني انا حمايه اتكلم مع المحامي بتاعي، اتكلم معاه وحاول يحل، قال له انا اللي هربي الولاد. يعني حمايه عايز يربي هو الولاد، كان ربى ابنه ما بيشوفهمش. انا بنتي ما شافهاش، بنتي عندها 4 سنين ما شافهاش ولا مره لحد النهارده اصلا. يعني هو ما فيش ولا ابوه ولا رجوله ولا احساس، فخلاص بتتكلموا في ايه؟ مش فاهمه بجد. بشكركم شكرا جزيلا، وخلونا نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل الانذار بالطاعه. تمام انت الست امينه سيد عبد الوهاب؟ ايوه يا خير. انا امينه. اتفضلوا من هنا بالاستلام. استلام ايه؟ انذار طاعه من جوزك. ايه؟ جوزك المدعو عباس البرعي استصدر امر بانك فاشل واخذ عليك حكم بالذهاب لبيت الطاعه. يعني ايه بيت الطاعه؟ حكم المحكمة نهائي واجب النفاذ فورا، اتفضلي قدامي. مش كان أحسن ترجعي مع جوزك من يوميها بدل ما تضطريني أجيبك بقوة القانون؟ جايب لك قدرة مؤمن إنما قبها، أنا فكرت أجيب لك قدرة. لكن رجعت وقلت مش خسارة فيك التلاجة. هنا بقى كابينيه عظيم. بيسموه محل الادب. معلش بكره تتعودي على قعدته. البيت ده مش شرعي، القانون بيقول ان بيت الطاعه لازم يبقى على مستوى الزوجة الاجتماعي. خلاص اتعاني وانا مش هسكت، هستأنف وعارض وانقض، انا ما ورياش حاجه.